قديوميها يوكيلك وقال شيء قصة عساك السعودة قد قال نبت قليلة صوماليات قالوا ما بدينك القوينك كانوا دوان قوبتا كسوا أقوان يهان ندر يعني عصتا دا دانيارا دا هواين كسو ماليات لما انكسو غيب قلياشا كل ان كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Special greeting to the South African government, the SABC, and Brother Jordan, Jerry Jordan, the Councillor, the other representative from the government. We are welcoming you. We are so pleased that you are here and you are witnessing today and seeing on your own eyes how the Somali community deals with their own matters. Thank you very much for being here. Inta kadib waxaan gudan gelinaa programkii maanta aan u balan saneyn waxaan jecelahay inaan aayada quraanka ku furano aan u yeerano wiilka yar ana magaciisa la yiraahdo Mahdi Nuur aan jecelahay inuu programkeen aayada quraanka qowlka Ilaahay uu noogu furo hadii aan yiraahdo Mahdi soo dhawo walaal adeer أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قولك إلهي قرآن كريم قلبك إذا كحف ديو أنا إن إلهي أنا قد يكوكو عمر فلا فهمك قرآن إنت كدب وحان ويرانا إن هدي ألينا نوقتي إلى شرعنا وعي كوبان أو نوسو جيدين دونا ولالكي عبد الناصر شيخ عبد الناصر الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة ووفق من شاء لاغتنام أوقاتها قبل فواتها وسلم على هذا النبي الكريم وبعض يقول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال العيال قف كستوى النقمدة الدون كان وحري وجوهيا مالين مال ما كمية أيوك تغيي ومضى نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمره الولية وقال عليه الصلاة والسلام عمر أمتي ما بين 60 و70 أو كما قال أمد إذا عمره إذا هو لحدا إلى جضباطا قف كهدوك يا رب قرص رب حقار يا رفاض هو المعام قريبين قف كستوى ما يمنى حسوستو هرتي سيدي تعالى يوم عظيم إليك وريس قيري إليك وريس قبري إلى هو استغي الله سبحانه وتعالى أصل قاون أو بوري غبا أو سيدي أو كل شيء أو يهي الله استغي ليس بينه وبينه تبارك وتعالى ترجمان قفو الله وعدك رب القديس مجرته فينظر الإنسان أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشرى منه فلا يرى إلا ما قدم قفو وحفيرنا يا بديكتي سيبيح ليسا وحاو سميستهم بوهركيا قفو وحفيرنا يا أرتيسا فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة قفك هرتي سوفير نار نار باكو سو صعته نبي قل حولي اسكي علي نارتا صدقي سيالية صدقة نارتا ويدفع عداويا قفك ابن آدم كه
جيري ده حدوه حسوسته أيضا هي كفيرة خوف كستينو دي ملايو اللي جيرينا يا قبري وين قبري هو أقول أقول يا بير كمية بيرها بيرها جنة وين أمو أقول أقول يا جود كمية جود كنار تبو أقول أقول يا خوف كستينو يا ميدا حدوه حسوسته جيري حدوه حسوسته إنه دي ما دونه أنت باوهار وفين وين لا ديب للعيش ما دام مناقصة لذاته بالدكار الموت والهرمي نرجع واحد عام عليه يا مران انت لو علوي او لو قصي جيري اكثروا نبي على سلعه الوربضيه ذكر هذه من اللذات بضية متك معاينه قويه كذا قوي معانك بضيه ناس با قف كسته او في رمو عبر خلاص ويا قف كسته واحد خلاص في رمو دمنا يا ويا قبر اللي جلينيو غلطاك اما كير ويا هلكا با عمل كيس با او يمانيو عمل كيسة وحو نقدونا عمل في عن أما عمل شرب ونقدونا أما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قف كيسة ما يوح يرى وراقة وهر دورا قف كيسة ما يشرنا وهر دورا من قف كيسة ونينا ربا كبقى سبحانه وتعالى حاسوستو ورستاق ربي سبحانه وتعالى قضبك الله بعض أن كان لي وحويان إزالة المنكر إلا الزولي وحمانتا بعد وقتهين مقالة عن جوجنا جوانس بيك حافظ المايفير على كوباتي وحيابها مانكا دوريو ايه كوباتي نعم وحاميش لقى استعمالة درايس كما لقى استعمالة وحالا استعمالة ميشا جاد ما لقى استعمالة وحالا استعمالة كنيني وغنقنا هاي وقفك كتن بضن وحيابا فر بضن وحالا استعمالة حوالا لصدع بميش لقى غيبية نعم انت صدن وحكمتها منكرات كميشه يقول عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغير بيده قفك ارك منكر حسوليو اكو سوليو قعدتيسا هدي لكن حمانه ميشه تال حالي ان كما قلنا محاي ما دوره وما دوره محلو علي ابن اسرائيل وحي هاين كو علمودي با وحي لا فريستي ددكي حمانه سبيري قعدتودي ما ايسن قبن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون حمانت وين عمي ميسا وين سامي ميسا ما انت بين هاي ستاويا وحما يحد انت ميسا فريس حمانت مسلم لكن محانا كيري انها قد اثرتنا وين سامي سويا اثرت بنا وين سامي سي حسب ميسا انك انت وين حمانت انك حركم كوبا اكاريسو كونا اكسن اي قاري ساويا وإن أنقبلنا مثل ظالمك عن تيسا إنت إيسان نقارن كوكو عمر فلي إن شاء الله قاتنا محمد رده ونقاس يوعدك ولكن نوسى الجيدي سألنا وضع صحنا وجيدة إنه قمانتين وضلحين كولن كان اللي سوية يعني يعني وحا مرتين لوقها ونمان عسومي ذات كان كان كوكو المي قدقة نبت جلال الصوماليات سيدة درادت قدقة سيدة كويمت كلن كان قاب كلوس ومحمد عاسمي جديدة كتب بيسا يدمان حوال بدلو انت كبدلو حان قعد سنة هدي هلي لهذا فرنتان كشركة النبا إن أنكسا دوايو قدوميها قدوك النبا تقلي هذا كمالكار كا يكتر هذا وقت الحال نوش النبا ولا لكي حبيب sida uu walaalkay xafaar ba sheegay magaca gudiga ama saalihada inaan marka hore halkan ka salaamo saraakiisha safaaradda tan ka socota dowladda soomaaliya ka booliska kansalaha culimada diinka soomaaliyeed ganacsatada odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka iyo bahda saxaafada dhammaantii warayaa salaamantiin salaam boqol toban iyo afarta salaan kadib waxaan ka mahadcelinayaa cid kasta uu gaaray codsigeena inay nagala soo qayb gashay xafladda sida ay uga jiibtay inay nagala soo qayb gashay aad iyo aad aan u mahadcelinayaa ويكون مهتسيين مع هذا علينا يا سرانك ديب
حرم عينا ورتينا أنا قاعد أدور دارنا أنا كواد ليه ما قاعد كدي كده هي أفكار كدي كده كواد ليه صمد واحد رجع فولي حنتي من بوجو دفعا وين رجع صدي دايتا أن كان رجع صدي مركب وحين سوق كاري عبر شوي فرق بدن أو يدليله فرق بدن ورنتي كدي كده ليه هاي أهل يعني متخانة يوتا هنا يا برنامج كي كان قاعد أدور دارنا هنا لأن waxa aan qaadnay iyo hoosha aan u istaagnay waxa ay ahayday hoor inta ma jirto fadhiisaba ay fahmi karto adey iska lahaday adey iska lahaday hoor dawladadii ay hoor dawladad dawladda ay baaritaanka noocaas oo kale ta marka waxa soo dhacaan ay ka gungaari karto haday dhaqaalatahay iyo haday ay aqoontahay iyo haday waqti tahay innagu ma ahayn runtii kubti intay soomaaliya isku timiday la saaray oo loo saaro la yiri hawsha qabta waxay ahayn guddi ka abuurmay dhibaatadii meesha ka dhacday isla markaasna kala mid ah walaalaha soomaaliyeed badan oo ka mid ah hadda halkan fadhiso danaha ay lahaayeen ee adduunya iyo aakhirada iyagoo danahaas إذن كلامنا يا عدنا واحد جو عن سبعين إذا وقت لا أنت الصاهر تكرت أي كوب عيان هوشان إذا يقولك جارن تاسع مرك واحد أي كنتي دي مبلغ عدد كصومالي على ما ولا رو إنه نقول هذا إنا اللي قلت قلت ما هو دبالي قال قلنا قبل علينا لكن هوشة وليس كذي ميزان كذا سرعة أنت أكتب عربي واحد أنا كتبته bilowgii guddiga guddigani wuxuu ka aasaasmay markii ugu horeysay uu ka hortay magaalada Victoria 15 November 2015 laba iyo labaatankii koob iyo labaatankii November 2015 waxay mar kaleetay arrimo taqaanaa guddigii iyo guddi kaleeto oo lagu talay dib ay uga cunteen magaalada Johannesburg waxay fariisteen hoteelka Nuuro guddiga tiradoodu waxay ahayd 72 xubnood 72 xubnood ee guddi ahaa waxaa loo kala saaray guddi joogta ah oo hawshan ka guul gaaro ama baaritaankeeda loo xil saaray inay ayagu ka maradhmiro dhaliyaan iyo guddi marjac ah oo wixii soo baxa loola laabto ee go-aanka gaaro guddigii 72-kaa waxaa lagu xushay 11 xubnood oo joogta ah hawsha loogu talagalay inay yacni mitaqaana ka mira dhaliyaan loogu talagalay xilliga aan soo sheegnay 15-kii November iyo maanta oo jumla iyo 20-kii December ay tahay guddigu habeen iyo maalin waxay waqtigooda ku bixinayeen hawsha sidii ay yacni mitaqaanaa uga miradan lahaayeen risaltina ay uga keen lahaayeen guddigaasi waxay ku howlgaleen ama magaca ama shacaarka ay u qaateen waxa ilaahayo eexanagu daynin aqoon xumana nagu cadaabin xanagu daynin aqoon xumana nagu cadaabin magacaasay guddigu qaateen waa dareemi karteen culayska uu leeyahay alxamdulilaahi waxaan maanta u fadhinaa marka guddiga muddadaas soo shaqaynayay iyagoo tixgelinayo halkubekaan isticmaalayna ee guddiga in wixii guddiga ka soo baxay si niyad sami ah oo walaalnimo ah oo tixgelinimo ay ku jirto oo ixtiraam soomaalinimo uu ka muuqda ay ku qaadan doona aad iyo aad aan ugu codsanayna hadda uu ilaahay yiraahdo haddii dheereed uu ku bixiyay qaabkii guddiga uu kusoo aasaasmay meeshii uu ka soo aasaasmay meeshii uu soo gaaray halkii uu soo gaaray gobolladii soo kala gurbaday sida gobolka north west rustenburg magaalada rustenburg ilaa iyo muddadii ay socoteen magaalada khowteen ee horey ugu socday qaabkay u socdeen iyo dhammaan yacni gacan furashadii iyo soo dhaweyntii da shacabka soomaaliyeed ee barnaamijka intuu socday ilaa iyo dhiraadirintiisii
aad u mahadsan yahay insha allah waxaad naga raal ahaan insha allah go'aanada waxaan soo gudbin doonaa insha allah dhowr kelmadood oo dhowr qofadan siin doona kadib ayaan go'aanada soo gudbin doonaa insha allah waan u yeedhan doonaa haddii aad ilaahdo saada socotaan bulsho haddii aad ku nooshahay ama ummad guud ahaanteedaba yacni ilado badan oo kala duwan waxaa saldhig u ah nolosha dhaqaalaha saldhig u ah ganacsatada soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed qayb libaaxna bay ka qaateen haddii ahaan lad ganacsatada ku nool maxaan guraadaa iyo victoria haddii ahaan lad ganacsatada ku nool johannesburg iyo korestabagba sidaa daraaddeed si aan iyar uga maqalno ganacsatada soomaaliyeed qayb ka mid ah waxaan u yeelayaa walaalkay cabdiwaaxid macali xasan oo dhowr kelmadood insha allah noo soo jeedin doona insha allah oo nooga socda qaybta ganacsatada soomaaliyeed mid aad iyo aad maantay aan ugu faraxsannahay haddaanahay dadka deegaanka mayfair oo xanuun badan ugu hayay muddo badan aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaanoo ku hadlayaa guddiga ganacsatada waxaan maaragtay soo dhoweynaynaa oo si wanaagsan si ballaaran u taageeraynaa barnaamijka lagu dhammaynayo barnaamijka soo jiitamay oo xanuunka badan leh dhibaatada badan maaragtay ku nukoosgareeyey dhammayntiisi aad baan usoo dhoweynaynaa waxaan aada iyo aada uga codsanaynaa guddiga iyo guddiga maaragtay musaalaxada iyo maamulka mayfair dowladda south africa iyo qaybta ka socota safaaradda soomaalida in barnaamijkan markii la dhammaystira kabacdi ay ku sameeyaan barnaamij dabagal ah oo macnaha ku saabsan in aysan dhicin waxaan oo kaleeto mar kale oo sida qaybta guddiga hadda musaalaxaduna iyagoo ishabeynaya sidaan codsanayno ammaanka dartiis ay la sii shaqeeyaan si aynan u dhicin middaan oo kaleeto ama aysan noogu soo noqnoqonin barnaamijkan marku dhammaada kabacdi barnaamijkan waxaa waaye waxaa uuna koosgareeyey sumcad wuxuuna koosgareeyey dad wuxuuna koosgareeyey dhaqaalo wuxuuna koosgareeyey maaragtay image xun uu naga bixiyey haddaan ahay bulshada ku nool mayfair maantay waxaan farxad noo ah kolba waxaan aad iyo aada ugu dhiirigelinayaa qaybaha dokumentiga laga saxiixayana haddaan ahay ganacsatada waxaan ka codsanaynaa inay wax walba sumcadda iyo noloshanada iyo jiritaankanaga iyo ay maaragtay u tanaasulaan hawshaasa naga soo dhara kusoo gabagabeeyo waxaana ka codsanaynaa barnaamijku inuusan ku ekaanin intaas halkan guddiga ka abuurmay iyo awoodda iyo maskaxda isku tagto muddada lagu bixinayay ay ka indilaaqdo in ay suurto gasho crimeka ka jira mayfair hadday tahay crime oo dad maaragtay lagu leenayo hadday tahay midka oo dadka dhaqanka xun oo wax dhaca ama wax afduuba hadday tahay mid crime nuuc uraba ahaadee inay suurto gasho iyagoo iska kaashanayaan guddiga masaaraxada maamulka kansalarka iyo dowladda ka socda iyo safaaradda oo xiriirka shacabkii bulshada mayfair degan maaragtay taageero badan ka haysta ama wax badan ko inay suurto gasho maaragtay arrintaana inaan markii lagu guuleystay kabacdi inaysan dib dambe aysan noogu soo noqnoqonin waxaan mar labaad salaamayaa dadkii juhdiga badan ku bixiyay hawshan suurtogeliyey inay noo suurto gasho in aanu iska soo aan badbaadino sumcadanada mar kale aan badbaadino noloshanada iyo wada noolaanshahanaga iyo jiritaankanaga iyadoo dabcan dadka meeshaan isugu imaaday ay yihiin hal qoys marka loo fiiriyo caalamka maanta qaarad qaarad dul wada socda annagana ay suurtogal noo noqon weysay in aan biis ku wada noolaano annagoo hal familiya waa mahadsantiin mar kale asalaamu calaykum magaca ummadda muslimka ah soomaaliyeed ku dhow odayaasha ma magacooda anoo ku hadlaya halkan degan mayfair johannesburg walow hadda un liin soo qabtay hadda
odayaasha aan soo wakiilana haddana waxaan is leeyahay waad matali kartaa halkan waxaan isugu nimid islaaxu bayna annaas oo dad walaalaha ka mid ah ay dhibaato kala gaartay dhibaatadii inaan ka baxno oo si daacadnimo ay ku jirto oo islaamnimo ay ku jirto oo wax garashanimo ay ku jirto inaan ugu baxno nimankan dadkan reer midowga waxay dhihi jireen dibiga dowlad dhegtiis wax san way maqashaa laakiin ishiis ma aragto waa hadda waan isu nimid waa barnaamijkan ciddii soo abaabshay iyo dadkii ka soo shaqeeyey guddigii ka soo shaqeeyey cajar iyo xasanaad allaha ka siiyo laakiin ujeedka muhiimadda waxaan inay fulaan oo dhab inaga tahay oy soomaalinimo inaga tahay adigu hadda geedka siyaasadiisa jirada laga waraabishaa laanta kore iyo arjowa caleynta dusha sare ku taal intaasoo jirada ka wada waraabaan jirada biyihii laga siiyey ayay ku nool yihiin magaca soomaaliga haddaad ilaalisid islaamnimadaada iyo diintaada iyo ummadnimadaada haddaad ilaalisid wax weyn baad ummaddaasi u tartay shaksiyan dadku walaalaha waxaan leeyahay aan camaasha aan qabanayno ikhlaas haynaga ahaato camalkan ikhlaas hadduu yahay ood qabanaysid ilaahayna cajar aad kaga doonaysid islaamkan aad wax ugu qabanaysid biladuna ninka farsamayaqaanka ah farsamadiisa asoo ku shaqaysanaya haddana cajar buu ku leeyahay ilaahay cajar buu ka siinayaa walaalaha waxaan leeyahay dadaalkiina aad gasheen cajar iyo xasanaha haydinka siiyo ikhlaas ku darsada waxaan maalin walba way dhacan ama johannesburg ka dhacan ama biyaha ka dhacan ama meelkaas meel kale laakiin intayna haddaan u wada istaagno waxbaan qaban karnaa haddaan daacad ka nahay laakiin hadday un markii halkan lagu kala dareen oy nin weliba ay lagu u laaban tahay waa un fijiida kujiida waa gacma daalis un dardaarka igu wax ku dhan yahay ikhlaas aan ka dhigna camalka aan qabanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركا ugu horeysa culimada diinka akhyaarta meesha fadhida dhammaan waxgaradka ergada nagala fadhisa dowladda South Africa guddigii nabadaynta ee arrintan qabanqaabiyey dadkii juhdiga ku bixiyey dadkii loo yeeray oo ajiibay dhammaan waxaan usoo jeedinayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan guddigii qabanqaabada ee nabadaynta arrintan sida hadda guddoomiyihii guddiga doctor xabeeb uu noo sharaxay juhdiga dheer iyo wadahadalka dheer iyo dhabarjabka ku bixiyey aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaa kaloon u mahadcelinayaa ergada ka soo qayb gashay dhammaan oo ajiibay oo ay ku jiraan labadii beelood ee hawsha aado lagu jiray oo ay ku jiraan xubnaha ka socda safaaradda ergada ka socota dowladda South Africa dhammaan ayagana waa u mahadcelinayaa intaa kadib waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhibaatadii dhacday dadkii ku dhintay
وأني راهدو الله أن حريستو دكتي أهل كها يعني كدين تانة سمر إيمان الله كسيو وعكرون رواهنا ندعيو دكتي كل دعوة معي حتى اسم تعالت وكجرة أيون إلهي ينو عافيو أيان لي هاي أردمان أنت بكتو إنه إلهي عافيو أيان أيضا نمحو هاي تاسني وندعينا يا أنت كدي والله هذي رك بدن أوجا ريبا هاللي ده واحد لك هاي هذا المهرين لكن ما دام لحوس ما جاي وليري ودي أشوا أتكلم بهاي بالخير هذا أيام رواينا واحد كبيريو والله يلا تسأل أختهين أنا ونيشن بنا هاي الدنيا ده كفرق سن أنت إن هذا ماشى فديسي أنت نجا مغني وحنا نسيبه يلا ناي إن أنا ماذا صوت أفريقيا سيد دكتور في جنوب أفريقيا إبعت بدن أو نعيرين نعيشوا كارتي مد لا مد لا كوبي مد دعة وحول بين نعيشوا كارين ودكتورين لكن وحنا نمرنا في لين أو لما فلان نقول نغطي تذكر سوماليات أو أيه إبعت الغوهايو ودوك دعريس كود بعتيسن ودكنا كود بعتيسن إن أيه وحدة وحن لو جوجين يوحيابا حتى أن عمانت وجاغن أمانو جوجني إن يتحمران ولبدت وويدت قبائل سوق هذا آدي آد أرن أن وحنا هي وايو أرن نصبية دينا يدن ما دينا يكرام دينا حبي ما يسوى يو سيدا ترى دينو حالية قف ولبا وأما كقيب قال أما نجا مكان أرن تاين وكثير يوضو أي واجب نجوا أو أن محمد هاي أرن أن كحمانو وأنا أقول لك أن أنا 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 إسكندا شخصي إنه شرف يشيء قومية ده إنه شرف مع الله يدور ده إنه شرف لي أهين تاو حاك اللي في سوامي وحيد ترى ده وني أريمن شايف تكتب وقرا أنا جا خلف أنت نجا مكان أما أنا جا خلف ويا واحد ما أنت إذا عين حتى إذا حدا لقبته أو نينك وجوده أو ده حدا لقبته أما نينك وجوده وسيد واحد ونفريه أنت عند سومت ما ذن نبكان أنا وبدع Jadi, satu ramalan. Kamu mulai nak ada dalam beli mesin mereka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas syaraf kenal tuan tak? Budi ke ada apa kabar tak? Kuli. Maaf kuli. Kamu ni tu pawai kuli mana? Yo, wahai orang terjadi na. Mana aku lah nak kiri ni na? Anu aku ada sama ada ni ada. Budi, aku sama tu seorang ayah. Yang itu ada semua tu. Orang tuh wajib dalam allah amanik kerop. Mana ayat dalam marakan semua kerusi. Hak lo marakan semua jadi lah. Wahai rotalah. Orang tuh wajib semena orang yang entah dalam. Itu ke bilal tu. Oh dia suai ku sabah. Kalau yang ada bilal tu mana? Orang tuh ada perusahaan berlawan hatta. Di bukan hatta jiran. Sebab aku bilal tu. وأنا هندت كي أجوعي أو ما رأيت دور هاي حكوب الله ودين وأحس كبسيط وأحول برا مركي أي بلابنا يان حافي عن إن لغورته إن ثانو بلاب وحاس هو جري إن هوشن دلني هذا أي كبلابتي مدبا مجال ده ويد جناين أحواش ودوان كهين وحيا بها حتى أم ذاك اللي كسميني وكور هين أضياش أي بود جو ح وحيلف يعني إن معناها إن هوشن أنت إن أيو مسكو سوجيسن وأيو دليلة ده مركي أيو مسكو سوجيستان هذا حال وش هيجا إن أي كم ديهين إن غروبي كلا إمارات هلا كلا أي كجرا لكن مركي ده بخوف كي وحوي لنا أهل وسو غرمة ده وأنا حتى هين ده كتير كتير بلاري مركي حال إن وحول بوا حال ده كورتجا يا كفي عن دوينته إن مركي هراء عن كورتنا دليلة ده مارت قص قصك بلاودي دبعت ده كوهايا أنا أقولنا هنا عن سودين هنا بلان أسمينه، وهذا هو معناه مركب وقف واحد دلاهي،
تركوا هو أرورنا يا ديدي وحي أودي بي العقتي ولا أرورنا يا وحي ألف عن دليلة كل ما شاء الله كفنا ما سوقي لنا أصاب بعض بجو كف والبا ما ذا دليلة ده مركي هلك سوقي لسنة والبا من الشقته وهارير كي سو شقته مركي حاجة يد ظروف تأذك يوم مرة تي تالك سك بدل يودن كمركي والله خمسة ما يقف كي وح ومعين بدأ يا إنه مرة تي خيبة معنا في الجار مكبير مركي سداس أي بلا تقف كحيران وسيقلا إلى أركو وحيلف عن طلقة أما بيلاها أما ذكى كذا شين إلا سكوت يبجد مزولين تشرف تراك صوفي بكلاي حفلته وأي أبوه الرئيان مزولين تكسر تسبارة الجمهورية فترة كصوماليا ولان كخير ريب من قبل جوجو بعد السحافة كانسل جيري سراكيش بوليسكا أورد برشادة سيدة صومالي كوميونيتي بول يو أورد برشادة ATM وهيجن أركاي وأوركلا دكان خبيارة أوركلا ليرة أوركلاني مي عيسو كوه الله يوساسا علم الدين كالبيان يو علم الله كلا إنت بدل ما وايدين مهلا غايا إنت كتب ولا ليا هذا البدراني هكا مي استاجين ديب كميشن كجيري وهو هديب دمانتين إنه دي ذي تشيف يجوبة والله إنت نولا وحنا الكوح يقول بناوها وايو قف بالآذر أو نول oo sharaf iyo karaamo leh oo ka baqay ama in qabiil loo dilo ama inuu isoo qabiil uu dilo wax ka dhib badan ma jirto adiga oo ogaanuna qabiil ku biilin adiga oo ogaanayna qabiil aad waxba ku qabaneynin adiga oo aakhara marka dibatay inaad waxba ku qabaneynin haddana inaad ka baqdo dibkeeda cabsi ka badan ma jirto habeen waxa jirta dibkan marku joogay ariga kaliya aan waayay soo fariisay gurigeyga oo ilaahay u geeyay aan idii waligi tan oo kale xitaa inaan arkay ma filaynin marka walaalayaa وحان آدي آدو عطانا يا سكرام عليه إن أضياشينو برمامش كان إن أي اسكو دايمنا وحبادان كقبتان أو أي برمامش كان مرلاوين ودع على مارتاقو إن تاكدب أنا يميه أبوان لكن مرق مراها نقرا عن استاقة بادرا وحالقيا وإلا كم إذا هيدد كالابور كالي أمو أحسامي وحان جعلين اللو دا إرهي روكوبا وحان اللي هاي تدي هو عدو غينو وورم تدي هو ديتين هو نلل تدي هو حرف كين هو ودر تدي هو عينين هو مرق تدي هو عيل كين هو بلو تدي هو ديتين هو دين تدي هو عذر كين هو حمو تدي هو حلن كين هو مدب تدي هو تدي هو عيد تدي هو ديتين تدي هو حلن كين هو مدب تدي هو ديتين هو كري تدي هو عن كين مدب كيو تدي هو عرف كان كو هذا ليو تدي هو ادخل اتوانا هاي انت اسكتب حال الله ولا ليا صومالاي دور كان مانتا تمير كهدان سؤالنو تمير كهدان سؤالنو هدان هاي دير كراتا هدان دين تي افكينا طبوب تهدان وداقنو هدي دو شهرك تدينا دل قرا لينو ويرو hadii dunyada ka foofta duleedka awaare maanta dudada xamar iyo badaane haday barida ku foofto maxaa isku keen diraya dalkeenu muxuu la hoogay maxaa dhigeena daadshay dabubta hadaan jawaabo qabiil bayna duleeyi walaalayaal aan iska deyna qabyaalada qabiilkan la isku aqoonsado way fiican tahay laakiin qabyaalada loogu dhaqo ما في أنا. ترى إسلام بان هي لها عن كبا قنوم. الرضا قال يا رضا. إيه الرضا برشيد ما حن كوع يقول لي يا. إبر ما مشي ذا ركالين يا دعان. لقاه طبينا إسك قرينين. ماش اللي له بيرت هي حتى كتير تجوبك. إيه بيرت هذا بريتور إيه كسم اسم إسرع. ولا لي أسوى غور تقول هين. عن غو هذا تشانو. نبى بيرت هين مليين. نينكر أحسدي نينكر أحسدي إنه تلو تبو مقبو. ولا لي أبدا نيرت أنا هجا جنو. كحون إنكروا قبوا وين عودن كين كوعينو. kan halkaan la qancilin ugu sameyn karo qabiilka laabta ugu garaacayno inta laabta u garaacno aan meelaha kulliyadaha lagu tababaray dadka qancinta loogu sameeyo aageyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu hadlay balse insha Allah ta'ala isku dayna luqadda ingiriiska aan laba eray ku dhaw labada kelimad oo liisiyay si mas'uuliyadda ama dadka maamulka salaaha iyo booliska meel joogana ay u fahmaan ahmiyadda kulankani laakiin intaas ka horreysa ويلكي يرى زكريا خير الله سي القران كاينو اخري من دم العالمين زكريا ايدي وكبلا وحي وين ضعيفتان من المؤمنين اختتلوا فاصلحوا بينهما
القرآن هو كشيء groups أما لبا group أو مؤمنين مسلم كلمة هذه تقال معا شقنا لقدونا إنتنا مسلحين تا وحاولنا نحد حاضنا دبت ويدبي سمكة أركي أبسمية السدال هي شيسينة يا خلافات كي دحي ما هذه خنتي ولا بد أرتي على ذي مدي كي يبدي حلو فريسيا ولأن أنا يا ركفتم ما كان ما لم تسأل ويدي كراس تهري كون كلو قدالة دي جرنه لابد المدي كي يبدي حلو دي يا فريسن دونه وحلو يقول داي أرسنال يا مانشستر فريسن دونه ما كان خنت عن شيء ما كان ما عنده هنا أرتي على قوني لو كلو فريسيا لابد المؤمنين الضعيفة دي وزدقاشنا لدو أبسمه awaqib xumada ay keenay doonta runtii waxa weeye in berrito la kan ugu liito Soomaali oo nolosha ka dhacay beerta la sheegana ku jiro khamriga cabo shanta salaadood aan tukanin in uu mid muhsin ah oo daacad Ilaahay iyo awamirta Alla qabsaday in maaragtay loo dilo because shalay waxaan naga dishay mid maaragtay nolosha ka dhacay wixii dagaalka meesha ka dhacay goob joog aan u ahayn عبد الفتاح عد عاد أو دنيا رضو هذا نغير الله سيو وش يصير يكون بالعبتين ونقنعه مركب ما أنت إن لور راب سمي يصير ونسيب دره لكن هذا يعيش دقامات كا كو أود برا هذا يجي وأفرت أنك عيش في دي ما أنت ولا لا معركة مسلمين تا مؤمنين تا رجوم في تيار سو قاتين الديار وين إصلاحيان وحكيلي أنك عد سنة إنه حواي إن أن قاضبة أكو درسنه كان الله كفرت قبيل ماله نمنا مثله تعدي عن قدر كدر سنة وحيكيني إن كان نولش كده عيو أبسمه أنا بتيجي قوقاني وكل اللود اللي بريتونه أما ويل كسده ونولش كده عي أما كان جري روين أما كان إكس واي زد إن اللود اللي معرك تميد وأنا أكسون وصوماليا أو الله كحرن سببته وحن قوب جوب وحن دب كير مركو دعي قوبي عن كو قحوين الجرني sida qofta ibraahim qaxo in la faaruqiye oo ragga markii hore uu kubo waxa jiray iska xawada waqti hore qof walba ay danta ku qasabtay goobaha fagaarada inuu soo fariisanin magaalada aan cadlayn abd waahid wuu ku saxsanaa dhaqaalaha south africa in kasto hoos u dhacay laakiin sadibabki maalmaha jiray dib weyn ay noo keenay اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد قبل رضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد وحرم هذا علينا أولا أمضيت أمضيسي الله سبحانه وتعالى مهد دمان بوحا إسكاله الله سبحانه وتعالى وحول بالله مهدينا سيء الله مهدينا سيء أهرية مركة حكتة وحنو مهد علينا يا قد ديگا كسو دالي او إن بدل رفا ديا إنا هشيسيان لباك وحوات أو دادك مسلمين تاكمي دخاصة دادك الصوماليات أنا أقول لك قبلها الصوماليات خاصة قد يجي لوس علي لأنك قبلها نبذيني ولا ريال وحا عجيبة أنت ماشى نسو استاجين لكن وحا يسو استاجي عين فربضن وحا لياب له ذات الله سبحانه وتعالى هم يسن كان دي ذات مسلمين إني ما أنت يكون مشغولان وحن أدوني آخر بعد الرجل الله سبحانه كلو لياب له ضد هيسته كتابك الله سبحانه وتعالى أو هندنا دواء النقوي قرآن روح ربنا إله سبحانه وتعالى إنه دواي هاي الله نقول القرآن كسهودا وشفاء لما في الصدور قرآن روح دواية وحيالها قلوب تكتب أننا الصومالي هدان هينا رمتي إن يرى الله أنحرستي مهني قلبك أيها كترنا waxaan keenay maanta annaba maanta Soomaali South Africa dibatooyin ku haysto aan wad ognahay inta rakku dibatay aan xisaabin kan oo madow dilay ayaa hantana annaga isu qaadanay hubka walaalayaan waxaan u soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed
إن أي الله سبحانه وتعالى كعب صدان أنا استأجر قف والبصور ونستحين لها صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ضد بدن أي بيعك ولا قال النبي إن أنا استحين على كل مسلم النصيحة على كل مسلم أننا الصومالي هتان هي ما يسقبنه وحنا بحر قلوبنا وجريه ما نربى هذا كينا وكبر هذا إن شاء الله قد جنا بتقلي هذا وحنا إن الله يهين أننا الصومالي مركي دبعته بلا بتك ما يستأجر قارة قطيع فندال خالعين أيام قبل قبلينا marka waxaan leeyahay markii dhibaatooyinka ugu horeeyay ee cadaalada qofka muslimka istagaalan inuu istaagtan talaabana ku socota gudiga waxaan ilaahay uga bariyay subhanahu wa ta'ala ajalkina kulli ala allah wa ilaahi subhanahu wa ta'ala la khayra fi kathiirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin bayn aw ma'rufin bayn aw ma'rufin aw islahin bayn an-nas ilaahi subhanahu wa ta'ala faman yatafawwa wa yaf'al dhalika ittiqaa mardati allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima ajalkina ilaahi subhanahu wa ta'ala hayni aqbala إذن كان إله سبحانه وتعالى الدنيا آخرة بحيل الإيمان وبالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مكبرة وحن أمهد علني يا الله سبحانه وتعالى مكبرة وحن أمهد علني وإن شاء وإنت سويتي بالهولك ويقوه الرئيس السفارة استخيره كلوم هاد علنيا كان سلتيري وحنوم هاد علنيا جودي يا بتكلية جودي يا نرضين الصومالية حنوم هاد علنيا مدحه ورغدة الصومالية ساسة هي الصومالية جودي تقول بلاها ولا لها بلاها أبسمي يسدي في المودين كا دمر كا أما هويوين كا وضياش دقن كا كان عصت هذا دنيردا صحافدا يدما جاليتا هلكان ku sugan intaas kadib walaaliya waxa la igmaday inaan qoraalkan aan akhriyo gudigu way mahadsan yihiin hawshaas la yii sheegay oo maanta muddo isugu timi حبيب بانكا هلا كي واليجد دال بنا هسا هتوحي راح ديهم نو آخر قرار بسم الله الرحمن الرحيم قرار كان بلابيا كل اللي بقى سوالي بانكو آخرين هنا لكن عامر وكل واحد جعلان له دي وله هاي إنه ما ركتي وركسي ودي إحنا حالين تابعلها أبسمة يسدى بعوان كلها هردع قد جا يسدى وكو أساس ماي قد جان وحو أساس ماي كدي بمركي أي بلابتين دباتها ذلك يداوع السجوجرة السجوجرة تا كده عند مقارنة جوهانسبرغ حافظة مايفا تاريخ المركي هيد كودي بشي كيوتمنا 2015 يو أنتي كده بيسي وحا إسوي مدد كمد أه سومالي دا كنول مغالوين كبريتوريا جوهانسبرغ رستنباغ سيئة موهر تغان إنه دعضو مصيبة باهدا قدقو وحي ككوبيهين بيالاها سوماليات انتو دبادن وإسن كجرين ولالاها وحكالة تبانية وكالاها بيالاها سدائية أفسان قدقاس وإسو جرى علماء أقوميهانو قناعستو هقامي دغمديو يوح قرد waxaana isu keenay diintooda iyo damirkooda waa dad bulshada dhexdeeda ku leh xushmad iyo karaamo waxay isu taageen inay damiyaan fidnada bilaabatay waxayna meel iska dhigeen danahoodii u gaarka ahaa waa ciwaan kale gudiga xilliga oo ansax noqday gudigu wuxuu ansax noqday kadib markii uu la kulmay labadii dhinac ee dibtu dhaxmartay isuna sheegeen waxa ay yihiin iyo meelaha ay ka soo jeedaan kadibna ay labaduba cadeeyeen inay kalsooni buuxda ku qabaan dhexdhexaadnimada gudiga tirada iyo magacyada gudiga gudigu wuxuu ka kooban yahay 27 xubnood waxaana isu qaybiyeen laba qaybood oo kala ah gudiga joogtada ah oo shaqadoodu tahay hawsha oo shaqadoodu tahay inay hawsha toos u wadaan ila ay ka dhameeyaan waana 11 xubnood iyo gudiga dhaqaalaha iyo marjac oo loola laabto wixii adkaada waana 16 xubnood
guddiga joogtada ah Cabdullaahi Axmed Fiido Xabeeb guddoomiyaha guddiga Cabdisamad Siyaad Axmed guddoomiyaha ku xigeenka guddiga Cabdullaahi Maxamuud Maxamed Sugaal xubin Abuukar Gacmay Cali Imaamka xubin Dr. Yaasiin Ismaaciil xubin Sheekh Cabdullaahi Macalin Xasan xubin Maxamed Ibraahim Cafaar xubin Axmed Sheekh Yuusuf xubin علي أحمد عبد الله شيخ على دار حبين شريف محمد وهلي شريف دروين حبين شيخ محمود عبد الله حاجي قديقة نقالها يوم مرجع أحمد عمر محمد مددال شيخ عبد الله شيخ دون شيخ جلادي شيخ عبد الرحمن عمر أحمد بلوغ شيخ أبوكر معالي الرشيد إبراهيم محمد علي قحو أمان حاجي قريرة سلاد محمود جامع جامع عادن روري معلن عبد الله أبوكر دبلاوي فرح علي قودن فرح علي قودن يوم مهد حسين روبلي كيساء مرسل حاج محمد الشيخ سليمان هاشم عبد الوهاب عثمان عبد الرحمن علي بره تدبي طبعا فرح علي فرحان علي أبي وحيد عاي انتي وقدقو ودي حولها النبضينتا أفرتي بشي اللي بيتمناد 2015 وحا لداوعي ويل باشا سادئة وحا لداوعي دانيرو باشا أبسامئة وحين الجبيين حبت جوجينتي جرتي شانتي بشي اللي بيتمناد 2015 وحا لداوعي ويل باشا أبسامئة وحا لداوعي دانيرو باشا سادئة إياغا أو سي أرغوسي أه وقجواب علينية فالكا فلك أي سمايين قيب كمي ده لن يرادا باشا أبسامي قناح جبينتا حبت جوجينتا قناح كو باشا أبسامي وحال فريا إني سوحران دادكي قيستي وحال فري إني سوحران دادكي قيستي فندي بيادكي أرنتاس ويفوليين كدبنا ويفوليوين كدبنا وحالغو قناحي صدن كون أوران أو العكتة صد أفريكا way bixiyeen waana ku mahadsanayeen beesha sade waxa la faray inay soo xiraan dadkii argoosiga sameeyay arintaasna way fulin waayeen kadibna waxa lagu ganaaxay 15,000 oo raan oo lacagta South Africa ah way bixiyeen waana ku mahadsanayeen fiiragaara ganaaxa waxa lagu badiyay cidii ku hormartay jabinta xabad joojinta warbixin kooban sidii loo qaabilay beelaha gudiga fulinta oo kaashanaya la cabsi iyo daacadnimo waxay bilaabeen hawshi musaalaxada ee loo igmaday waxayna shacaar ka dhigteen allow eexna hanooga tagin aqoon darana hanuu cadaabin kulankii beesha sade talaabadii koobaad ee gudigu waxay la kulmeen 12kii bishii 2015 maalin saacadu markay ahayd 2:00 12 xubnood oo wakiilka beesha sade waxayna kala ahaayeen saxiixoodii iyo magacyadoodii waa kuwaas oo macnaha asal ah kuwii asalka ahaa waxba hadda akhrinta waa boobsinina gudigu wuxuu u sharxay beesha sade beelaha ay gudigu waxa uu u sharxay beelaha ay ka beesha sade beelaha ay ka soo kala jeedaan xubnaha gudigu kadibna waxa la weydiiyey dhexdhexaadnimada gudiga inay kalsooni ku qabaan iyo in kale waxay cadeeyeen inay ku kalsoon yihiin taasna waxay ku muujiyeen cod iyo saxiixba intaas kadib beesha sade waxa la faray inay xabad joojin sameeyaan nabad qaataan xakameeyaan dhalinyarada hubaysan kana fogaadaan wixii nabadda wax u dhimaya iyo inay aqbalaan wixii gudigu u soo go'aamiyo oo ay ku jirto baaritaanka dilkii aadan cabdi ibraahim dhuku ayaguna way aqbaleen dhammaan arrimaha loo soo jeediyey waana ku mahadsanyihin beesha sade waxay soo gudbiyeen beesha sade waxay soo gudbiyeen cabashooyin dhowr ah oo ugu horreeyey dilkii aadan cabdi ibraahim dhuku waxayna sheegteen in wiilka la dilay uu ku baxay gacanta beesha absame waxayna soo gudbiyeen wixii ay caddeymo u hayeen guddigu arrinkaas ma aqbalin mana beenin kulankii beesha absame talaabadii labaad ee guddiga waxay la kulmeen 12kii bishii 12aad 2015 saacaddu markay ahayd 7:30
كوي تبن حمود وكيل كأه بيش أبسمه وحنا كلا هايين يجا نقل كودين وقوس صحيح هذا تلفون كودا إيوه مقعد كاملة قدقو وحو أشرحي بيش أبسمه بيلاها أي كسو كلا جيدان حبناها قدقا كدبنا وحالوي ديي دحنا حاد نمد قدقا إنا يكوكل سويهين iyo in kale waxaan cadeeyeen inay ku kalsoon yihiin taasna waxay ku muujiyeen cod iyo saxiixba intaas kadib beesha absame waxa la faray in xabad joojin sameeyaan nabad qaataan xakameeyaan dhalinyarada hubaysan kana fogaadaan wixii nabadda wax u dhimaya iyo inay aqbalaan wixii gudigu u soo gaamiyo ay ku jirto baaritaanka dilki aadan cabdi ibraahim dhuku ayaguna way aqbaleen dhammaan arrimaha loo soo jeediyey waana ku mahadsanyahay beesha absame waxay soo gudbiyeen cabashooyin dhowr ah oo ay ugu weyn tahay dhaawici jibriil gb guddigu mana diidin mana aqbalin habkii guddigu u sameeyey baaritaanka dilkii loo geystay aadan cabdi ibraahim dhuku 22-kii bishii 11-aad 2015 guddigu waxay mar labaad u yeedheen beelaha absame iyo sidee waxayna fareen inaan la soo daynin dacwadana aan lagu adkaynin wiilasha xiran kuna aadaysan kiiska hadda khilaafku ka taagan yahay labada dhinacba way aqbaleen wayna fuliyeen ballantii wayna ku mahadsanyihin uu si qoto dheer uga baaraandegay go'aamada uu qaadanayo iyo waxa uu ku salaynayo wuxuu go'aamiyey qodobada soo socda dhiiggii wiilka la dilay kowdii bishii 11-aad 2015 oo la oran jiray aadan cabdi ibraahim dhuku waxaa lagu leeyahay beesha absame guddigu wuxuu u cuskaday go'aanka isaga ah cadeymahan soo socda dagaalku wuxuu u dhexeeyey laba dhinac oo keliya oo kale ah dhalinyaro ka soo jeeda beesha absame iyo beesha sade qorigii aadan cabdi ibraahim dhuku waxaa qaatay welina uu gacantiisa ku jiraa wiil ka mid ah dhalinyarada beesha absame taasna waxaan u haynaa cadeyn buuxda markhaanti iyo diraalba saddex aadan cabdi ibraahim dhuku waxaa lagu dilay gudaha daaradda guriga saare sulub daaradda gudaheeda dadkii xabadda ka ridayay ku lug lahaa dirirta waxay ahaayeen dhuku oo dhintay iyo wiilasha absame waxaa kale oo jira dhibaatooyin badan oo ay labada dhinac soo gudbiyeen iyo kuwa ayna soo gudbin waxaana laga doonayaa dhinac walba inuu aqbalo mas-uuliyadda dhibka uu geystay xalkeedana la yimaado labada beelood waa in ay ka shaqeeyaan nabadda soona afjaraan colaadda soona celiyaan kalsoonidii iyo walaaltinimadii si xal waara loo gaaro fiiro gaara baaritaanka kiiskii dilka ahaa ee loo geystay aadan cabdi ibraahim dhuku waxaa sameeyey guddiga 11 xubnood guddi 11 xubnood ah oo si khaas ah looga xulay guddiga masaalaxada waday oo ka koobnaa 7-8 xubnood magacyada iyo saxiixa guddiga baaritaanka sameeyey cabdilaahi axmed fiidow xabeeb guddoomiye cabdisamad sayid axmed guddoomiye ku-xigeen cabdilaahi maxamuud maxamed sugaal xubin abuukar gacme cali imaamka xubin doctor yaasiin ismaaciil xasan xubin sheekh maxamuud cabdilaahi xaaji xubin maxamed ibraahim cafaari xubin axmed sheekh yuusuf xubin cali axmed cabdilaahi sheekh caldheere xubin shariif maxamed wahliye xubin sheekh cabdilaahi macalin xasan xubin mahadcelin iyo tala soo jeedin arrinta shaqaaqada ah ee dhacday waxaa dareen qiiro leh ka muujiyey dhammaan ummadda soomaaliyeed oo aan u kala harin waxaana ummadda u mahadcelinaynaa cid kasta oo naga caawisay hawshii dhibka badnayd ee aan ku jiray waxaana si gaara u xuseynaa culimmada aqoon-yahanada ganacsatada ardayda dhallinyarada iyo haweenka oo dhammaantood ka wada qayb qaatay sidii wanaag loogu soo dhammayn lahaa dhibka dhacay بالله التوفيق سبحانه وتعالى ما ظل ما سيو سبناتي كنت يوحر بعيدا سيكو ريا عنكم ما هذا عليو برشاد ورت هذا قبل دي ولاش يعني هذا إنه سو جريسي وعد جاءت كم خيمة بنا هي تلوين كقيرة نور يبتهندي هاد يا هذا النقطة وتي قبل دي ولاش يعني هذا الكذي حنا دي بودا يعرف تغنى رنتي farku godan inay tahay rag arinta ayada marka dhinaca kale ka fiiriso waa cabasho runtii ay dumarka walaalaheena iyo dumarkeena soomaaliyeed ay ka cabanayaan raggeenna mas-uuliyadda xumada ka muuqato aad iyo aaday arrintaasi waxay noogu tahay
runtii dhaliil haddii aan nahay ragga soomaaliyeed. Intaa kadib waxaan rabaa cid kasta oo halkan ka hadashay inaan u mahadceliyo kelimooyinkoodii wanaagsanaa iyo talooyinkoodii ay soo jeediyeen ee aad wanaagsanaa baan uga mahadceliyo. Mahadcelin kadib, sida aad maqlayseen, waxaa maantay soo gabagaboobay baaritaankii iyo xog ururintii guddigu uu soo waday muddadii aan horey uga soo hadalnay ee ahayd 15 November 2015 iyo maanta oo taariikhdu ay tahay 20 December 2015. Halka ayuu ku soo gabagaboobay guddigu go-aamadii uu soo saaray waxaa lagu hor akhriyey bulshada Soomaaliyeed intoodii, yacni magaca ku dhaxlan hadday ahayd madaxculimada, haddii aan lahayd yacni mataqaana ganacsato, haddii aan lahayd aqoonyahan dumar, cid kasta oo yacni mataqaana ummadda Soomaaliyeed qeyb ugu fadhisay. Sababta aan u yaalnana waxay ahayd waxa aan soo qabannay inaan tusino miisaanka ay leeyihiin iyo waxa aan sheegayno waxa aan ku salaynay inay ogaadaan, waxaan ku salaynay inay ogaadaan go-aanka guddigu uu gaaray oo uu qaatay waa go-aankaas isaga ah, go-aankaasoo guddigu ku midaysan yahay. Markii aan gelaynay hawshane, waxaan u malaynayaa inay ku xusan tahay inaan labada dhinac ay wadaa inaan la kulannay, waxa aan qaadanayna ahayn ogolaashiyo iyo kalsooni guddiga la siiyey. Kalsoonidii guddiga la siiyey iyo ogolaashiyo walaalayn aan ka qaadanay innagoo indha dheer iyo caqli nadiif ah ku eegayno wixii ka soo baxay waxay noqday waxa guddigu maanta soo jeediyey. Walaalaha, go-aankan loo soo jeediyey waa inay yacni mataqaanaa sidaa guddigu baaritaanka uu soo sameeyey iyo xaqiiqada u soo baxday ay qaataan. Go-aankii guddiguna waa kaasa, shacabka Soomaaliyeedna ha ogaadaan oo inay nala ogaadaan markhaati wa dhignaan ugu yeernay. Haddana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan u yeerno Axmed Sawti guddoomiyaha guddiga beesha Absame. Waynu wada maqalnay, haddii aan ilaahdo guddoomiyaha guddiga nabadgelyada noogu dambeyn doono insha allah wuxuu gunaanadka noqon doono, waxaan u yeernay safaaradda Soomaaliyeed baan u yeernay insha allah si dhowrka loo dardaaro insha allah ay noogu soo jeedisa haddii aan ilaah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. And His Excellency Mr. Kasalajeri and the Police South Africa member Kasoobe. Culimada Soomaaliyeed, odayaasha, bahda saxaafadda, gabdhaha Soomaaliyeed, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar rabo arbaar inaan dheereeyo haddii ilaah yaraa. Waxaan rabaa inaan ku soo koobo marka koowaad aan ku hormaro inaan mahadceliyo guddigii uu koobnaa 27 qof oo 11 qofna furanta hore ay geeyeen, 16 qofna baaga bay ka dhigeen, 3 hadir leh oo cilmiyeysan oo qaanuun Islaam iyo mid kale bani aadamba waafaqsan inay soo fikireen ayay soo baxday. Waan xusi doonaa hadii ilaah yaraa. Cabdullaahi Axmed Xabaab guddoomiyaha guddiga wuxuu ku dhawaaqay marka koowaad uu yiri shaqada anigu aan qabanay waa shaqo dowladeed, waa runtiisa si haddii loo eego constitution nidaam bani aadam yeesho oo maamul ahaan ee dhaqaale ahaan siyaasad ahaan horumar ahaan u yeesho waxa u sarreeya dowlad waa runtiisa. Laakiin taariikhda ummadda Soomaaliyeed weligeed triangle 3 qeybood baa maamuli jirtay, 2 ugu miisan badnaa odayaasha Soomaaliyeed iyo culimada ugu miisan badnaayeen dowladda ii sheekoodinaydarba sameey jirtay. Haddana ii sheegay sirkaalkan ku wareega oo ilaahay hadirtaan waa kii isaga. Waan ku faraxsanahay mas-uuliyad intaas le'eg in odayaasha ay qaataan oo waxay u dareemaan mas-uuliyadoodu inay tahay. Maantana sida ii muuqata ay tahay inay aad u soo dhoweeyeen oo meel ilaahay looga mahadcelin karo
oo aydana looga macdeli karo tusmana ah waxa laalo wixii ka hareeray waxa dhameystiri kara baa ii muuqan een yarkii quraanka looga furaayay iriiskii wuxuu ayda quraanka waxa ka mid ahay ittanibu kathiiran min attan wax badan ka dhowrsada oo tuhun ka mid ah tuhunku ummad isma dagaasho iyadoo tuhun ballaaban isma dagaasho walaasheedii ee madar waxayna xusuustay ayda quraanka ah وشفاءٌ لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وراكم داوود يحيى وح الله له وحي قلبك قال وحونا توسن يحيى وح الله له وحي قلبك قال ورتنتاس وحان دهل هاي شيخ تسمو وين وايه ان وحان دهل ربي لبا ارين او اللي سو بخل ميشو غوديغ مر حدي ايراهن ان اوغالكين انتاس ول ايديه وحنتاس كبدنا او غير كرنا ما جرت نا لا قاتا وهي دول استاغين تصمد الهي نسي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم دول استاغين النبي صلى الله عليه وسلم اسوغ او ود توسن او من سبع سماوات لوغ شهي كسغن بودت كلا قلبن هو دحجره وانا اما او اياكم لعلى هدى انك ما اما ايدينك mid ba hanuun ku sugan ma dhex jirin aniga hanuun ku sugan kelimad dhex jirin ama oo fi dalaalin mubiin mid ba baadi aad ku sugan aniga idinka ama hanuun ku sugan isaga oo og in isaga wadada toosan ku taagay marka falsafada iddu lamaasiida ka dhowrsanayso farta qof in lagu feel nabi sallallahu alayhi wasallam ma baalu aqwaamin ku dhex jiray qof farta lagu feel jiray laakiin marka wax la dhaweeyo insaanka ilaahay wuu karaamay hormarkiisna waxa ka mid ah afwi tanaasulaad inuu sameeyo ixishoodku ayaa ka mid ah waxaan aaminsanahay meel looga xishoon karo nimankan guddiga ah oo 22 qof ahaayeen inay keeneen alxamdulillah kuwaan oo kalena ummad soomaaliya ku dhex jiraan waa ku faanaynaa hadii ilaahay nagu mancelina nimankaas doorkooda way keeneen saas leeyahay doorkaasi aan ku ixtiraano oo halkaas la kaaday ii sheeg qiimihiisa intaas le'eg aan ku ixtiraano ummadda bani aadamku weligiis inuu iskhilaafo waxay ahayd sunna kowniya laakiin ma ahayn inuu iswaafaqo waayo oo maslaxa keeni waayo sunna kowniya ma ahayn walaalkay caamir wuu kaftamay in laba gruub ay u kala fariistaan waa ku xumahay buu yiri laakiin aniga beseer ay la tahay inay la soo fariistaan oo wada hadlaan isdhegaystaan waa beseer beseer hormar waayo dadku iskhilaafayaan waa sunna kowniya waa inay iskhilaafaan laakiin ay soo wada fariisan waayaan aan sunna kowniya ahayn wax lagu farxo waayo aad iyo aad loo soo dhaweeyay arrintaas lagu gelinayaa anagu waxaan rabaa safaaraddu mishanka safeerka u sareeyay taxi meeshadii uu ii soo diray wuxuu u yiri gabagabada markay tahay khadku yaa isoo wac hadii suul gali karto waa keyu jooyna waxaan rabaa anigu waxaan ahay qofka saddexaad safiirka marka laga reebo safaaraddu antoona bal safar ay aadeen waxaa joogay head of mission deputy head of mission ka joogay waxaa uu xanuunsanaa wada soo salaamayay salaanta wada ka gaarsanayay taas ii sheeg waxaan rabaa hadalkayga intaas inaan ku gabagabaysto waxyaala ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in hoos laga hariyo waxaana sugayso wada intaas ka sii dheer 20 sano kale dadka inay ka taxadiraan ahayd oo wada wanaagsan u qaxay ahayd dadka waaye wax allaale wixii naga halaabay iska tirtirno wax kale ha laga taxadiro waxyaalaha qalbiga ku wareegaya oo ah hebelaha qardan iyo waanana qardan yahay tanana hubaalkeeda waa la heli karaa ina afwi tanaasula aan samayno baa ay ii sheeg aad iyo aad muhiim ila waxaa booskayga qaatay mudane axmed khayr insha allahu tacaala oo idin wacdiyey oo wixii hadda tusaale iyo hadalba iyo aayaad ah la yimid waxaa laakiin maarkaysaa oo xaqiiqatan oo maarkaysaa oo aad iyo aad calool xumo u leh in maanta soomaalida 22 sano ka hor halkay taagnayd aan ku soo laabano maxaa yeelay maanta ma aha walaalayaal maalin maarkaysaa qabaa'il iyo maarkaysaa isdil iyo hadda maarkaysaa iyo kow dhiigga la daadiyo la raadiyo oo maalin caqliga aadna u shaqeyn la rabo waxaan ognahay hadduu qabiil wax tari lahaa soomaalu baa aragtay dagaal iyo dhiigna 25 sano ayaan maarkaysaa 25 sano meeshay na dhigtay waa naqaanaa
ee xaaladda markaysa aan maanta taaganahay marka waxaan leeyahay odayaasha dhamaan aan tanaasulno tanaasulun baa mar walba xaqiiqa ah qofka haduu tanaasul la yimaado manfaca iyo khayr baa la helay xaaladaha waad ogtihiin sida uu kacsan yahay ee markaysa odayaasha jazaallahu khayran aad baan ugu mahadiyey dadaalkay soo qabteen oo 5:40 cisho ah haddana waxaan ka sii codsanayaa dadaalka inaysan sii laabin oo aysan go'aan ka gaarin inay ka harin inay dadaalka wadaan ilaa ilaahay intuu cimrigooda gaarsiiyo sababtoo ah dad waxaan nahay walaalayaal aad iyo aad u baahan mar walba odayaasha inaynan ugu dhex jiraan odayaasha waxaan leeyahay ajarka ilaahay baa kale ilaahaygii baa ku leedihiin oo ajarka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa idin siinaya ilaahay aan ku mahadinaynaa subxaanahu watacaala idinkana ilaahay subxaanahu watacaala ajarkiina iyo wax ka badan buu wad helaysaan laakiin odayaasha kale waxaan leeyahay beesha absama iyo beesha markaysa sida waxaan leeyahay tanaasul badan sameyno aan ilaahay ka baqno subxaanahu watacaala isku tanaasul badan markaysa soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay maanta waa maalin adduunyo sheekh cabdinaasir baa hadalka ku bilaabay nin walba waxaad ogaataa khabri inuu kaa dambeeyo nin walbaba maalun baa khabriga gelaysaa ninka walaalkeena dhintay ninka maanta la isku haysta dhiiggiisa khabriga ku jiro annagana waan dhimanaynaa qof walbaba xaalaad baa ku sugaya nin walbaba waa naftaadii nebi ayaa wuxuu leeyahay nafsii nafsii adiga halkay taagan tahay marka waxaan aad idin ku dardaarmayaa nin walba naftaadii markaysa xakamay tanaasulna aan sameyno odayaasha tanaasul badan aan sameyno aan isku laabano oo markaysa aan ilaahay ka baqno subxaana watacaala dadkana aan u naqan hogaan geelka way meeshoo maro gurbacan maraa la yidhi anaga raaxa wara hadal badan soomaalina ma aqaano haddii mamaa badan ma aqaano laakiin waxaa idin leeyahay maanta xaqiiqatan gacantaan isqaban. tana weyo mel bay ka wadatini Somali waamid waawliyo meera matana weyo mel bay ka wadatini bididay bidixi maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon maka maaranta bididay bidixi maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon فقادا نحريست إيباي
بها أروني نطيضا كوشا حلو رجاء النسخة مايم وقنا وليسير نبضي معاني نعو أدوني نبضي معاني نعو أدوني نقائي بروا قدا نمقلب قبوباي إتنا سرمانو لغجاق النفقاداي نحاريس تئباي يدنا أروني نفطي ذاك وجعلو رجاء النسخة مايم وقلنا وليسي إلي يا بريا ذا إلهي كما نوغ الدعالي إلي يا بريا ذا إلهي كما نوغ الدعالي أفر تصدينا يسحافة دبا لما أنتوا دانوهم أدعيني يا وحنقولوا هذا غفر أحسن هاي إن أردني خلافات كا وهاي كقوم هني عيك الدوان أمر دين هالنقطة أمر دعوية هالنقطة ما أنت إسوق بجبودي لقون هالشيء تدخل هرنا ولا له هايين حتى أنا ولا له يسين لقدين أنا كده ما أنت سفر حلة ولا نملة أردني تصنع عيك الشقيين مدة الصومالية سيا إسوق سودوا تمر ربع ما دام يكونوا لهين دون قرباء هنا يدم تودو كتني عيك ولا له هادان waa ka shaqeeyaan danahooda guud iyo midooda gaarka ah maadaama dad muslimiin ay yihiin ay dib ugu noqdeen kitaabkooda iyo diintooda ay dib ugu noqdeen oo dib u xasuusteen ayagoo xasuusanay Ilaahay cabsidiisa qof walba oo aakhirada dib u xasuustay waxay kaantaa in arintaas ay ku dhamaato maanta si maslaxad ah oo farxad leh oo umada dhan ay ku faraxsan tahay guud ahaan umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa hadii hore loo soo gaarsiiyay fariin ama message uu gaaray in ay isku leenayaan dadka Soomaalidu halkan dagaaladii ka jiray Soomaaliya gudaheeda gaar ahaan taa kaftan ay ku dheeraado dagaal ka jiray Kismaayo loo soo raray Koonfur Afrika arintii inay saas ahayn ay dhacdo dhacday oo wiil dhalinyaro oo saaxiib ka dhex dhacday walaalahan maanta ay heshiyeen arintan ay dhamaatay si wanaagsan ay ku dhamaatay aad baan u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحن سلام يا تذكر مسلمين تيمشي سقيمي علم الدينك قدك مصالح هذا يين بدن يين بدن يين بدن كشقيه أرنت عيني كيل قارن الحمد لله رب العالمين إلهي ومعلل وكيل قارن وحن كلو سلام يا قدك الله هذا بيلوت يجون أرنت وهم مسلمي إن شاء الله بإذن الله وحكدي من نواصي ولي طول تذكر سمعت وحن شقينا ماشان إنا كدعين وحن دعشرين أي كدعين وحد عشرين لقيني هالشيء يا أنت دبنا الأسرع عندنا كوا داو عاكو حيران كوا دبنا عن الأسرع عندنا إن شاء الله بإذن الله مركب حنا لنا هيدا لنا يرادا إنا نتاكل إنسان بان ربنا علم هذا إنا نتاكل إنسان بان ربنا وضياش إنا نتاكل إنسان بان ربنا كدة جين إنك أوسكو دوبان إنا رهنتا ولا قبنا ربنا ديار بانونا هاي إلى هنا جنوب غرب قليا إن شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ما أذكره كدي محمد علي قدي مصالح ضاع ودويا وها عبد الله حباب كريم وها شعب سمد يا خيارت للشقيني سيادي يا ابن علي أنتي مهضة وضمد عن سوق الكرماها إلهي بنا ورتشين يا إنه جزء مطغانا يا أجر السيو خاصاس يقعد الله. een labada qoys iyo odayaashooda haga hadda ma taqaanaa ila ila taagan iyo inta muqanba iyagu aad u maasiihiin een culimadii sidoo kale baan u maqalaya waa inta odayaal sheegay khilaaf uu dhaca ila ma taqaanaa ay een nabi aadan uu soo dhuc jiray oo dilka iyo dhig soo dhuc jiray laakiin akhyaarka odayaasha oo ka ma taqaanaa ka shaqeysa in la yahay baa muhiim ah waana la helay waana ka heshiinay een walaalana waan ahayn walaaladana beesha sidee أني قوم أقعد بيش على صنعة كهربية حتى نوان هو نسيه هندونا. and up يا أبتر هي متقنة دوم غرب متقنة أنا جالس فيه هنا لكن شيطان بقى مش صوت عقله شيطان كنا والله جناري تذكر الصوماليات أخيارتها شرفتها متقنة أدم علينا قدوم يا حبيب قدوم يا حبيب أنا كنا عطي أدي أدم علينا سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وفاء عبد الله وحن أدي waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudiga Soomaaliyeed ee arintan sida aadka isugu xil saaray iyo culimada iyo inta walaalaha oo wanaag jecel oo wanaag ka qayb qaadatay sida xaqiiqada dib waa dhaca laakiin waa laga wada hadlo xilay mahadiyey maanta in dibki dhacay iyo warka xumaa oo suuqa galay maanta war wanaagsan uu noo bedelayo haday ahaan lahayd dhalinyaro iyo haday ahaan lahayd odayaal iyo culimo wax dhibaato ka dhaxay beesh sida ay absoomo ma garanayna laakiin dadna yara oo walaalo oo saaxiibo ayaa isku soo dhacay ayagina hadda halkoodii iyo wanaagoodii waan gaarnay alxamdulillaah markaas kale waxaan rajaynaynaa markasi odayaashaba noo sheegeen labada dhinac waa hadda taagan hadaan nahay dhalinyaradii inaan arinta ayada ka qayb qaadano halkeeda iyo wanaageedana aan muujino insha Allah taala wixii hadda intaan ka dambeeyeen wax dhibaato dambe aysan dhicin inta ayada insha Allah ka ballan qaadayna hadduu Ilaahay iraado waan in la shaqeyn doonaa billahi kareem اللهم انا نسالك الهدى والغنى وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم احفظنا واحفظ اهلنا ومالنا احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وفوضنا امورنا كلها اليك يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا الهي وحان كبرنا مصلحه عامه خوف من فساد لهين الهي وجعيل وحان كبرنا وادق ان كو دوانا هو دائمه الهي وحان كبرنا ان دخلينا جعيل هي اسو دمرين هي اسو متغرا بدرغات مذكور الى اله الى نغدغت الهي ودان كيدبان وبا سوارنا مثل ان كنور الهي دولتيسا اي دتكيسا iya bi ada ila waxaan ka markaan gala dhabkeeda waxaan ka barna shaqada waxaan ka barna gala shaqada waxaan ka markaan gala waxaan ka barna khayrkeeda amin ilaahu anaga aan dhaxdayna khayrkeena ka markaan gala mid khayrna sharta wada ilaahu hadduu adu hanu u dhima hela ugu soo hanuuni hadduu san hanu hanu dhina ilaahi wuu asaga lama dhaxgay amin ilaahi wuu dib meeshan noogu arkay amin ilaahi wuu dib meeshan noogu arkay allahumma ij'al qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a huznina wa dhahaba hammina wa ghamina واجعله مصلحة لنا يا رب العالمين فإن فيه مصلحتنا يا رب العالمين واصلح دائما فينا يا رب العالمين اللهم حتى نتغرب إليك بحبك يا رب العالمين واجعل هذا صلحا دائما
لا ينفد يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله خير.